أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لا بد من الانتماء لأحد المذاهب الأربعة فيتفقه فيها فيقول أنا مذهبي كذا، حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي؟ لا بأس بذلك، الانتماء إلى المذاهب الأربعة ليس مسبة، ما في مانع، المانع التعصب فقط، أما أنك تأخذ منها ما تبين بالدليل أو أنك أنت جاهل ما تحسن شيء، ولا مالك إلا تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة، وين تروح؟ لازم تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة إذا كنت عامي ولا تحسن، أو أنك في بداية التعلم لا بد من الانتماء للمذاهب الأربعة، ولكن التعصب هو اللي ما يجوز، التعصب هو اللي لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. كثير من العلماء الكبار يقال حنابل، الشيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، يقال الحنبلي، ابن القيم حنبلي، بن رجب، ابن عبد البر مالكي، ابن حجر شافعي، ما في مانع الانتماء للمذاهب الأربعة، لكن بدون تعصب، بدون تعصب. نعم.